محلب يؤكد أننا لن نقبل محسوبية ولا وساطة وسنطبق القانون على الجميع. تفاصيل الخبر بتقول: أطلق المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء من قنا أمس المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية مشروعك، بحضور 7 وزراء و11 محافظا لتوفير فرص عمل للشباب في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة، حيث ستتم ضخ 3 مليارات جنيه كدفعة أولى لتنفيذ المشروع في جميع المحافظات. وعقد رئيس الوزراء لقاءات على هامش إطلاق المشروع مع رؤساء الجامعات والقيادات التنفيذية بمحافظة قنا بحضور الوزراء والمحافظين المرافقين له. كما أكد المهندس إبراهيم محلب خلال لقائه بالقيادات التنفيذية بقنا أن هيبة الدولة عادت، ومن يأكل قوت الشعب ويتاجر في السوق السوداء سنتصدى له، واجعلوا لديكم ظهيرا شعبيا في مواجهة المستفيدين من مافيا السوق السوداء، وهذه مهمتكم. تعليقا على هذا الخبر معنا دكتور أحمد هارون الخبير الاقتصادي، أهلا بك يا دكتور. أهلا وسهلا يا فندم. المحسوبية والوساطة يعني اسمح لي أقول إنها سم قاتل موجود من زمان جدا جدا في المجتمع المصري، والحقيقة إنها في كل المؤسسات، ومش عايزة أكون إلى حد ما ظالمة للقطاع الحكومي، ولكن زي ما هي موجودة في القطاع الحكومي هي أيضا موجودة في القطاع الخاص، فكيف سوف نتخلص من هذا السم ونعيد للمجتمع المصري شفافيته ونزاهته مرة أخرى؟ الحقيقة هذا اللقاء كان فيه شقين. الشق الأول أن السيد رئيس الوزراء أكد للمرة العاشرة في لقاءات مختلفة على أنه لا يسمح إطلاقا بالمحسوبية والوساطة وإساءة استخدام السلطة، لأن مصر الجديدة، مصر اللي بتشق طريقها نحو التقدم، لا يمكن أبدا أن تبنى على هذا الأسلوب من الوساطة والمحسوبية الذي ظل في مصر لفترات طويلة جدا. وبالتالي أنا شخصيا سمعت السيد رئيس الوزراء لعاشر مرة وهو يؤكد ويكرر على هذا المفهوم. الشق الآخر من اللقاء، وأنا أرى برضه أنه ضروري جدا جدا، وهو فكرة التأكيد على دور الصناعات الصغيرة في تنمية المجتمع. صحيح. في شقين، الشق الأول أنه هو أعلن صراحة أنه هو رفض 3 مليار جنيه مصري للصناعات الصغيرة. الشق الآخر أن لدي معلومات أن البنك الدولي رفض 300 مليون دولار أيضا لتمويل الصناعات الصغيرة في مصر. حتى يكون المشاهد على وعي ب يعني أهمية الصناعات الصغيرة في مصر، نقول له أن مصر فيها حوالي 2.5 مليون مشروع صغير، وأن هذه المشروعات الصغيرة بتساهم بنسبة 75% من العمالة الصناعية، وان الدول الكبرى زي الصين وكوريا وتايوان يوصل حجم التصدير فيها ل 50% من الصناعات الصغيره. الصناعات الصغيره في مصر تمثل مساحه كبيره جدا من الانتاج، السجاد والاثاث والخزف والصناعات الغذائيه والبردي والملابس وغيرها. وبالتالي فلقاء السيد رئيس الوزراء لدعم الصناعات الصغيره اعتقد ان دي خطوه ايجابيه جدا للاهتمام بجزء من الناتج القومي، وهو الناتج القومي اللي بيعتمد على الصناعة. تمام، أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتور أحمد هارون الخبير الاقتصادي، شكرا جزيلا لك.